السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. عقدت اللجنة المنظمة لسباق جائزة جامعة البحرين الخيرية للأكواتلون، والذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. عقدت اجتماع تحضيري للسباق الذي سينطلق في 15 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع بطولة تحدي البحرين للترايثلون، حيث سيكون ريع مبالغ المشاركين في هذا السباق مخصصا لدعم مرضى سرطان الثدي. يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي للمشاركة ببطولة كأس الخليج في نسختها 22 التي ستقام في العاصمة الرياض، حيث من المقرر أن يستأنف الأحمر تجمعه وتدريباته المحلية في 6 من مساء اليوم على الملاعب الخارجية التابعة لاتحاد الكرة بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد، الذي اختار 26 لاعبا للانخراط في مرحلة الإعداد الأخيرة.